جبت لكم الزعفر الحر من هنا من ليدل البنات، والثمن ديالو رخيص. عرفت واحد الرائحه فيه خطيره يا البنات، الثمن ديالو فرانشمون رخيص. ها هو الزعفر الحر اللي بغاتو، ها هو كاين هنايا في ليدل. هاد لاكام هادي خذوها يا البنات على حسابي، وما غاديش ندموا. واعره يا البنات، هادي ضد التجاعيد البنات، ديال اونتيغيد، شي حاجه خطيره والثمن ديالها رخيص البنات. غنبقى دائما نتكلم لكم عليها، اللي شي حاجه توب دو توب. دو هما لي بارفان اللي خديت البنات، خديت هادي مدام كلامور الميتاسيون ديال كوكو شانيل مادموزيل، خديت هادي البنات تكلمت لي على واحد اخت قالت لي زوينه عجبتني، وخديت هاد السيروم هذا الزوين البنات، هذا اونتي اج. هادو هما اللي خديت انا من ليدل اليوم. ديالهم البنات واعر، شوفوا لي الموديلات كيحمقوا، جابوهم هنايا في ليدل البنات. ها انتم راكم تتبرعوا، ولا كاليتي ديال التوب زوينه البنات صيفيين. شوفوا الشكل ديالهم كيجيو طوال، بوني هاد لي فيست هادو والطوال البنات. شوفوا معايا الشكل ديالهم غزال، كيجيو طوال، كاين في الغوز وكاين في البلو. حطوا الجديد ديال الرفيع البنات هنايا في ليدل. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم مع الاخوات جينا لليدل، ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم اشنو حاطين في الجديد اغيفاج. كما عارفين دائما الجديد هنايا في ليدل لاندي وجودي. هنا الاخوات غادي نبدا لكم بلي بارفان العطور، يعني كيجوني بزاف ديال التعاليق دائما اسماء بارطاجي معنا العطور هنايا، يعني لي بارفان ديال ليدل. راكم عارفين ليدل صراحه معروف بهاد الروايح، شي حاجه زوينه يعني الميتاسيون ديال لي مارك. البنات غادي نبارطاجي معكم هاد البارفان هادي وهادي. بون كلهم زوينين، يعني كاينه الميتاسيون ديال كوكو شانيل مادموزيل، كاينه الميتاسيون ديال لافي ايبل، كاين بزاف ديال الميتاسيون ديالهم. اخوات الله شاهد عليا، هادي البنات انا شميتها دابا، عرفتوا الريحه ديالها خطيره. غنقول لكم الميتاسيون ديالها شهادي، الميتاسيون ديال كوكو شانيل مادموزيل، بحكم يعني انا كانت عندي كوكو شانيل مادموزيل، هادي الميتاسيون ديالها، هادي مدام غلامور. واعره يا البنات، انا دابا درتها في الايد ديالي، عرفت واحد الرائحه غزاله. الاخوات كنبغي نعطيكم شي حاجه اللي انا مجرباها، اولا ناس اخرين هي كيكونوا مجربينها وتيتكلموا عليها مزيان، ماشي عي كنجي وكنبقى نهز لكم تنا واحد لاكريم نقول لكم واعره البنات، زوينه البنات، يعني يعني كتبيض شوفوا اخوات انا كنت بارطاجيت معكم، انا دائما معكم صريحه والله شاهد عليا. وهاد العواشر دائما تنبغي نعطيكم شي حاجه اللي انا مجرباها، اولا الناس كيكونوا مجربينها وكيتكلموا عليها مزيان. كنت بارطاجيت معكم هاد لاكام هادي ديال بونا، كنت في العطور وانا غادي نرجع لكم لهاد لاكام هادي، حيت كيجوني بزاف ديال لي كومونتير كيفاش اسماء كتعرفي هاد لي كريم، كيفاش انا ما كنجيش وكنبقى نبارطاجي معكم نقول لكم هادي البنات واعره، هادي واعره، هادي واعره، لا كنقول لكم شي حاجه اللي مجربها. انا كانت الوالده ديالتي ماما فاش تكلمت لكم، البنات اللي متبعيني راه عارفين، وكنت تكلمت لكم على هاد لاكام هادي سيان ديال ليدل. والله شاهد عليا البنات الا بلا ما نحلف لكم، وهاد العواشر خديتها لماما ودارتها بوندون تقريبا 15 جوغ، مشات عند الاخت ديالي وبقات كتستعملها. مني جات عرفتو يا البنات، لقيت والله القسم الحناك ديالها ولاو بيضين. قلت لها شنو كديري؟ قالت لي بنتي غير هذه اللي شريتي ليا. قلت والله تنبارطاجيها معاكم ونتكلم لكم عليها. بالنسبه للتجاعيد هذه كتوحد يعني ضد التجاعيد، يعني هذه شوفوا البنات وكتبيض. هاد لاكام هادي زوينه، خذوها على حساب، يعني خذوها المهمات ديالكم، ولا المهمات اللي كانوا كيتفرجوا فيا، ولا الاخوات يعني كيبداو هذيك 40 عام والفوق، كيبداو يعني كيبداو هكا التجاعيد. دونك هاد لاكام هادي زوينه، ماشي تقولوا لا صافي راه رخيصه، لا راه ماشي المفعول ديالها ماشي زوين، لا بالعكس البنات هادي زوينه. بون ما غاديش نكثر لكم في الهضره. بالنسبه لهاد لاكام هادي سيان، هادي اونتيغيد البنات، هادي ضد التجاعيد، هادي ديال الليل كريم دو نوي، وكاينه كريم دو جور. هادي البنات شتو ديالتها، هادي كديروها في النهار وهادي كديروها في الليل. دونك مني كديري هادي، انا ماما خديت ليها فاش كانت غادي نيت للبلاد، خديت ليها يعني لاكام، خديت ليها جوج من كل وحده. وكديروا كونتور دي زيو، انا نوريها لكم البنات، ها هي كونتور دي زيو، هي هادي. دونك اونتي ريد، دونك هادي ايدغاتاسيون، هادي خصكم ضروري تاهي تكون عندكم، ولكن ما ديروهاش بالنهار غير بالليل. هاد كونتور دي زيو يعني ديروه غير بالليل، بالنهار ملي تغسلوا وجهكم ديروا غير الكريم دو جوغ، وهذا ديروه في الليل وتبعوا هاد لاكريم هادي. فوالا بنات، هادشي اللي بغيت نوضح لكم باش انتم تعرفوا. كاين شي حاجه اللي مجرباها بحال الكوماج اللي كنت قلت لكم عليه، راه ما كاينش البنات، راه عرفتوا كيطير الكوماج، ما لقيتوش اليوم. عرفتوا البنات زوين صراحه، راه داير غير انه مع 50 ولا بحال هكا، راه زوين وما كيبقاش. نكمل لكم على العطور لي بارفان هادي البنات ديال كوكو شانيل مادموزيل، هاد مدام غلامور راه زوينه. وكاينه عاوتاني هادي شميتها، اطون نقول لكم البنات هادي سويلا شلو، تسمى شلو
شلو هادي بو هاد الاخت هادي قالت لي هادي زوينه الريحه ديالها، قالت لي السيده زوينه. انا شميت هادي دابا هادي عطاتني الريحه ديال جادور. وي 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 تري بون هادي جادور البنات، هادي جادور. ميرسي بوكو ربي يخليك. هادي جادور وهادي مدام غلامور. هادي البنات هي كوكو شانيل مادموزيل، حيت انا كانت عندي فريمون زوينين البنات لي بارفان. راه الميتاسيون ديال لي مارك راه عرفتوا البنات. انا راه الريحه ديالها شميتي هنايا، ماشي جادور هادي. الريحه ديال جادور، هادي الريحه ديال جادور البنات. ها هي نقول لكم، هي هادي الريحه ديال جادور، وهادي مدام غلامور هي لا كوكو شانيل مادموزيل. فوالا البنات، معايا واحد السيده تلاقيتها كوم باغازار، ماشي مستبعه ديالي، غير تلاقيت معاها تكلمت لي على هذا السيروم. وي هذا هو اللي قلتي سيروم سيان، قالت لك سوبر هذا واعر، قالت لك مخير، قالت لك كنستعملو انا عند تجربه. ممكن بغيت نعطيكم شي حاجه اللي عند تجربه انا، يعني هاد الاخت هذه تلاقيتها غير كوم باغازار هنايا، هي اللي قالت لي على هاد البارفان هادي شيلو، هادي قالت لي واعره، مو قالت لي زوينه، راه خدات من هانيت هي ياك ديتيها ودات هادي، ديتي هادي فني اللي لوفلي، هادي اللي قلت لكم عليها ديال اطون نقول لكم جادور. وي هادي جادور، وكاينه هذيك ديال بون راه كنت ديجا بارطاجت معكم. وهاد السيروم هذا قالت لي الاخت كتبعو زوين، هذا سيروم اونتي اج، قالت لي في الماء كنديرو زعما كنحس بالبشره ديالتي رطبه ياك، قالت لي كنحس مريحه، وقالت لك زوين بزاف. ايوا قلت نبارطاجي معكم البنات. ها هو والثمن ديالو اطون نقول لكم لو بري، ها هو البنات الثمن ديالو 5.49. ها هو شتو معايا فريمون زوين هذا، ديريه من ورا هكا يعني كتدوشي ولا تغسلي الوجه ديالك ولا هذا في الصباح، يا حكي ديري في الصباح ولا العشيه ولا العشيه ديريه، لا ديريه يعني الصباح ولا العشيه زوين هذا. قالت لك السيده عند تجربه، كنبغي نعطيكم شي حاجه اللي عند تجربه. بالنسبه لهاد البارفان هادي مدام غلامور لقيت ليها لاكريم ديالها بوغ لي مان، ها هي البنات لاكريم ديالها بوغ لي مان زوينه صراحه، يعني الريحه ديالها خطيره البنات. الا بغيتو تاخذوا هكا البارفان بون، انا شوفوا اخوات راني خديت هانتوما، خديت هادو غادي نمشي ان شاء الله نجربهم، حيت هاد الاخت هادي اللي كانت دابا قالت لي هاد السيروم واعر زوين، واخا انا ديجا عندي لاغام كنتبعها، عندي السيروم ولاغام تبعها، ولكن خصني البنات ضروري نبقى كل مره نبدل، فهمتوا الاخوات؟ دونك هادي راه غادي نديها ثاني انا دابا معايا. انا ملي كنشوف شي حاجه الناس مجربينها ولا انا مجرباها تنبغي نتكلم لكم عليها. بون البنات ما نكثرش ليكم الهضره بزاف. عندهم لي فيرني، لي فيرني زوينين البنات، كيبقاو في الاظافر يعني كيشدوا في الاظافر زوينين، يعني هما عندهم لي مارك ديال هاد ليدال دابا تيديروا هذوك لي مارك ديال لي ماكازا كبار دي كرون مارك، فهمتوا البنات؟ تيديروا هذاك الميتاسيون ديالهم. فوالا هادي لاغام كما قلت لكم خذوها وعلى حسابي، انا نبقى دائما نهضر لكم، ما غاديش نتحرك من هنايا، غادي نمشي دابا نبارطاجي معكم شنو حاطين اليوم البنات. شوفوا البنات شنو لقيت هنايا، لقيت الزعفران الحر، اللي بغات الزعفران الحر عرفتوا، واحد الرائحه فيه زوينه يا البنات. شوفوا راه داخل هنايا في هاد الساشي هادي، ولكن الريحه يا البنات انا كنصور لكم فيه واحد الريحه خطيره مجهده، يعني ديروا غير شويه حيت مجهد هذا، راه الزعفران الحر البنات لقيته هنايا في ليدل. بون ما لقيتش لو بري، لو بري شتا البنات دابا في لاكيس قالوا لي 2.99 لو بري، الثمن ديالو 2.99. هو عرفتوا راه كيكون عيا شويه هذا، راه الزعفران الحر البنات عرفتوا الريحه ديالو كما قلت لكم خطيره، زوين الريحه ديالته. ها هو حاطين البنات كميه كبيره، اول مره غادي نلقاه هنايا في ليدل، وقلت نبارطاجيه معكم. الريحه ديالته عجبتني، انا غادي ندي هكا واحد ونجربو ونشوف كيفاش سختو، يعني كنديروه حنا مع الدجاج ولا هذا، حتى اللحم ولا كطيبي بيه، انا كنبغيه في الدجاج ولكن خصكم ديروه غير شويه حيت مجهد. وهنا البنات غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله اغيفاج ديال اليوم الجديد اختي. غندير لكم بهاد لي باسكيت هادو، شوفوا البنات زوينين صراحه، عجبوني الشكل ديالهم كيجيو بحال هكا. صراحه راه ليدل البنات راه عندهم لا كاليتي زوينه، لا كاليتي طوب. شوفوا معايا هاد لي باسكيت هادو الشكل ديالهم، هادو ديال لي فام ديال النساء، كاين هاد اللون وكاين في البلو مارين، عرفتو خفاف الاخوات، خفاف وزوينين الشكل ديالهم كيجي بحال هكذا. دونك لو بري الثمن ديالهم 14.99 14.99. وهنا جايبين لي فيست ديال فصل الربيع البنات، كيجيو بحال هكا ديال الجين غزالين، هادو عجبني الشكل ديالهم كيجي بحال هكا، هانتوما كيجيو بحال هكا. وكاين عاوتاني هاد الموديل هذا، هي دو موديل البنات، كاين هاد الموديل هذا كيجي بحال هكا، هادو شويه الجين ديالها قاصح، كاينه البنات في هاد اللون وكاينه في الغوز، شو كاينه في الغوز وكاينه اطون، هادو موديل وحده كاين هاد اللون كما قلت لكم، وكاين في الغوز وكاين في البيض. وي هادي علاش بغيت نوريكم البنات، كاينه في البيض
الشوندير ديالها زوون، الثمن ديالها البنات 4. وهنا البنات كاينين لي تجين، كاين لي تجين هي يعني الا بغيتو ديرو هكا دونك هكا لونسومبل كتقدروا ديروا لونسومبل على هذا الشكل. البنات كاين هاد لي شوميز هادو كيجيو طوال على هذا الشكل، هذا زوينين يعني كيجيو في البيزا، الثمن ديالهم 17 اورو 99. كاينين في البلو على هذا الشكل، بون كاين في البلو وكاين في الغوز. انا غنحل لكم هذه وتشوفوها زوينين الشكل ديالهم. بالنسبه لفهاد القيصه هذه تنبغيوهم بحال هكا خفاف، يعني كيتلبسوا هكا خفاف، الشكل ديالهم رائع البنات، الشكل ديالهم غزال، فيهم واحد الكول هنايا. بغيتي تحليها كتقدري تحليها، بغيتي سميتو تديها كما بغيتي، وفيهم واحد الافتتاحات في الجناب، وفيهم الجيوبه فيهم لي بوش. هنا البنات جايبين هادشي ديال بريكولاج، هادشي ديال لي باتري، وهذا غنبارطاجي معكم. هذه ما عرفتش شنو هي، والله ما عرفت البنات شنو هي، شنو هي غنقول لكم ديالاش هذه، وهذه ما عرفتش شنو هي البنات. هنايا حاطين لي باتري ديال هذا، كاين هذا الباتري مع الشارجور، كاين الشارجور وكاين الباتري، هادو هما تنعرفش ليهم. انا غادي نبارطاجي معكم البنات، كنضرب دوره هكذا غادي نشوف الغيون اللي من الجهه الاخرى اشنو حاطين. كاين حتى هاد لي شوميز هادو ديال الرجال، هادو البنات كاين هاد الموديلات ديال الرجال، وبحال اللي وريتكم قبيله ديال النساء، هادو ديال لي فام، هادو ديال الرجال. الشكل ديالهم حتى هو زوين، شفتوا البنات فيهم واحد الكول هنايا، الشكل ديالهم غزال، كيجيو طوال وفيهم الصديفات. حاطين هادو البنات هكا ديال العود، مون زوينين هاد هادو، يعني كتحركوا بهم هكا يعني ديال العود باش ما تخسروش هكا الكوكوطات. وهذا حاطين البنات دايرين فيهم 14% ناقص 14%، داير لهم اورو 28 اوريو دو 1.49. كاينه هادي كاينه هادي، يعني كاين بزاف، الشكل ديالهم زوين. هاد الجيكوطوز هادو راه دايرين لهم لا بروموسيون البنات، اوريو دو 11.98 داير لهم 9.57. بغيت نبارطاجيو معكم، داير لهم موان 20%. هادو البنات كنت بارطاجيتو معكم المره اللي فاتت، لقيت غير الغوز، البلو ما كاينش، البلو اختطار. اوا نوريه لكم، هو اللور هنايا الشون، كاين في البلو كاين في الغوز. زوينين الشكل ديالهم. ولي بيجاما داير لهم موان 20% ناقص 20%، 4 اورو و97. هادو نو هادو ماشي بون، نقول لكم حيت مخلطين، هادو سي دي بيجاما، بون هادشي مخلط البنات. هنا كيبان ليا بيجاما، ولكن كنلقى هاد كنلقى هاد لي تيشورت هادو، يعني كاينين بيجاما ولكن اما هما هاد لي بيجاما هادو. شوف البنات هادو راه دايرين ليهم موان 20% ناقص 20%، رجعوهم غير 4 اورو و97. كيديروا بزاف ديال لي بروموسيون هنايا البنات، شوفوا هاد لي سويت هادو، حتى هما دايرين ليهم دوزيام موان 30% ناقص 30%. هانتوما البنات هاد لي تجين هادو حتى هما دايرين ليهم فريمون زوينين، هاد لي تجين هادو البنات دايرين ليهم ناقص 50%، 2 اورو 95 اوريو دو 5 تجين. والله الا البنات عرفتو زوينين، يعني رخاص. هذا تجين فام ديال النساء، داير لهم البنات غير 2 اورو 95. هانتوما الاخوات ناقص 50% موان 50%. شتو البنات هاد الغيون هذا راه دائما تيديرو فيه لي بروموسيون. فوالا البنات المره الجايه ان شاء الله غندير لكم فيديو خاص بهذا الشيء، يعني دايرين 15%، دايرين 50%، دايرين بزاف هكا ديال لي بروموسيون يعني هنايا في ليدل. فوالا حبيبات ديالي، نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش على خصكم اسماء بلي لايك، لايك اختي وبارطاج، لايك وبارطاج. اللي مازال ما تابوناش يضغط على زر الاشتراك باش يوصلوا كل جديد مع فيديو قادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.